بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كبرى تحواتي نحتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستي نايسيام قداي زتتا حزي كابتي بحكمنا زوسد مدهانيتات نسيام كا يبلاش والكادو اي بلاش والكان زبل علماء ذهبوا احكام نعينا نريز لنا ابتز حلفه بزعبا سب ازما زوستو مدهانيتن من فحتي بافوم كومودماني بفنجا كومودماني نتبيناي افنجا دوسد بمدهانيت انت عينت وساني كم زلو ني علماء رينا نيرنا لو مدماني كابتي بحكمنا زوسد نسيام كا اينك دو اينك انزبل بزعبا ناي مرف موغا كنرينا مالتيو كم زبل العلماء تحاتيتهم. هل يفطر الصائم باخذ الابر في الوريد ابسركا زوسد موغاتي ناي حكمنا نسيام كا يبلاش والكادو اي بلاش والكان؟ الإجابة ملسخ ملسخ اللون تايبلو، لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره بمرف دوسد مدهانيت ولا وين أبصرك أن تخون أيفطرني يبلو علماء إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب بجكا تاني سيام كاتب بلاش والكا حانتي آيبلو نسودماني تدو سد مرف انت دعا اكن دي مقبي زقلقل انت دعا خوينو كم مقبو خوينو ننفسخا زقلقلكا انت دعا خوينو اتمدهاني زو سد زلوغن ازي نسيام كا يبلاش والكا ايمالتيو سلزي كومو زو سد انت دعا خوينو ازا معال تزيقا كقاذي ايمالتيو. فأما ما ليس كذلك فإنها لا تفطر مطلقا انت دعا كمغبي زي وسد كوينو طرح نمدهانيت انت دا اخوينو جن ازي قريسو نسيامكا اينخ الكانيو نسيامكا اي بلاشوني سواء اخذت من الوريد او من غيره بسركا ابسركا زوغا يخون كومود ماني ابقلصم زوغا يخون ازي نت سيامكا والحنتي زتنكفو يبولون. وذلك لان الاصل صحه الصوم حتى يقوم دليل على فساده. سيامكا كل غزي كابز بالعين زتستين انت لا تقطبك الله خوينكا زخونه يكون بدحري دوسد مرتعو كل ولو اذا سيامكا زيا كتبطليا اكتبطلنيا زبحال انت دا خوينو مالتيو. وهذه الابر ليست اكلا ولا شربا ازي مرف ازي زبلع ايكونن زستين ايكونن ولا بمعنى الاكل والشرب كمون كم مغبن دستين وين ايكونن وي ترقوم ناي مقبن ناي زستين دحازي ايكونن. وعلى هذا فينتفي عنها ان تكون في حكم الاكل والشرب سلازم باري ازي كم زبل عن زستين رب سبحانه وتعالى دماني زبل عن ستين سلازم خلقل ازي كومو يلنا وساني كنهبولو اين خلنا كساب زبل عن زستين ويد ما كم مقبو خوينو زقل قلن ترعزي كوينو بس خوينو دوسد مرف ناي مرف مدهانيت نسيام كا اي بلاش والكانيو يبلو مالتيو محادة كاباتهم ابزيك اربع قزيز نبري شيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه مالتي سلازم باري مرف بجكان مدهاني مقبو زقل قلت زي كوينو كالي كلو ايفترني مالتيو. كالي بحكم الناوي زوسد مدهاني الدماني قطرة أذن بإذن خا زو سد مدهانيت وي نتبنى إذني نسيام كا يبلاش والكادو أي بلاش والكاد إذوين علماء بزعبازي تزاريبهم قلي أم يفتري لهم قلي أمين أفتري لهم مالتهم. وعلته أن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الجوف أفتري زبالو علماء نمن تايدا أفتري تباهيلو مستوى كبلون كلو مخنياتو ازي باذنخا زنطب مدهانيت اذني مسكبدي والحنتي ركب يبلون يبلو انه ليس بين الاذن
والمعدة قناة إلا في حالة واحدة إذني مسكبدي ولحنتي ركب يبلون انترفي إذا حصل خرق في طبلة الأذن كبرون إذنو زي تقدد انت أخوينو حادسب هو إذي مسكبدي ركب عالو انت أتا كبرو إذني دي تنخأت انت أخوينا إذن مسكبدي ولحنتي ركب يبلون سلازي أنها لا تفطر أفطر يبلو مالتهم ولذلك تا مسألة ويتا علماء زهبوا رئيتو انت أنت لا تباهلو إذا كان في طبلة الأذن خرق انت دعا أب إذن خادلو كبرو إذني انت دعا زتقددت انت دعا خينا فإنه حينئذ تكون المداومة وتكون حكمها حكم المداوات عن طريق الفم لك كم بأفكاد وسد كايمت هانيت كم إيزو قدسر مهناتو تاكوبورو إزني سلزي لا مالتو انت دعا تاكوبورو إزني جن تعيتن تدعا خوينا كداد دي بلا انت دعا خوينا جن مسكب دي ولا حانتي ركب يبولون مالتو ولهذا علماء انتايلم أمو خدعا غسول الأذن انت دعا إذن عبرو مدان تسأيمون كلون ترى تحاتي بخاني إذا خان تأيو حكم ناتو يفرس الكادوني سيام كام استبهالو حكمه حكم قطرة الأذن لكع كمتي نتبي عبن إذن خاز عاتو أيفترني زبلنا لكع كم إيو إذوين أيفترنيو إلا أن العلماء قالوا إذا خرقت طبلة الأذن فإنه سيكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة تاكبرو إذنكن انت الآن تقددت انت الأخوين أمو انت الأحات إبام الأذن بزح ناب كبدك حلف سلزخل إذي نتي صيامك نخوي خيلو إذا ما عالتزي أون كقادي أي انت الآن أقدا سخوينو انت الآن تحات إبو انت قوم انت خوينو قن دحر فطوريو كحد سأب زلو مالتيو ولذلك بمنتهي في اليوم ما مالتهم تي بإذن خاد وسد مدهانيت انت دعا تسب كبرو إذنو تعوين انت دعا خوينو زي تقدد انت دعا خوينو محساب يكون نتبي يكون بإذنو دوستو نتي الصيام أين خوينو يبلو مالتهم مسود تتحازون قطرة العين بعين خاز وسد مدهانيت نتبني عين خا يفتر دو أي يفترن طبعا علماء النزوين كلتا رئيتو يزلوم تم قداموت ما انتهى بلوجل علماء مالتهم أيفطرني لهم مهنياتو عيني مسكب دول حنتي ركب يبولون أنه لا يفطر وهو مذهب الحنفية والشافعية أب أحناف يقول أب شافعية إذا بعين خاد وسد أيفطرني لهم ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف عين مسكب دن ولا حنتي ركب يبولون وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر انت دا عين دم مسكب دي ولا حنتي ركب زي بولو خينو بعين خاد أتو سخون يخون ناب كبد سلا زي بتصح نتي مدهاني تقومو نسيامك عين خال كاني وبلو مالتهم ولذلك إمام النووي رحمة الله عليه تايبل لأن العين ليست بجوف عيني مس كبدز تتحازى ايكونون ولا منفذ الى الحلق ناب غورورخا دبت صحوين يبولون وبعين خا نطبي وسيدكاي اب غورورخاون قال مقرت انت لا تسمعك ازي ناب كبد دبت صح قداي ايكونن مالتيو والاكتحال لا يضر الصائم كحلون انت وسده ودسب اب غزي صوم ولا حنت زغو مستسيام زنك ايكونن وان وجد طعمه في حلقه ولا كب غورورو طعمي انت رخبولو يبلو مالتيوم ولذلك تي بزعبا مالت كحلي مخحال زبل حديث زلو تحديثتي معلولي كم علماء صحيح يكون نبلو تحديث أنه أمره بالإثمد عند النوم كدك سنكالخا إثمد تتك أميخا كحليني عيني إلى مرسول وقال ليتقه الصائم تواماي تخوينو جن إتنك قلو تبل دلا حديث أبريوة أبي داود دلا إذا حديث زي معلوليا ضعيفيا إبل علماء سلزي بخمود ماني إمام النووي كمون أحناف كمون الشافعية عيني مس كبدي ركب سلزي بلو إذا قد دايزي نسيام كا أينك إنيو يبلو مالتهم إن شاء الله كالي تحستو مسحك من ناوي ستحازي نسيامينك دو أينك إنزبل كن رئينا عبد متز مالتيو وصلى الله وسلم على نبينا محمد.